تذكرت وقلنا قبل كده في اجتماع لجنه كوره كمان فور عوده الفريق بعثه الفريق من لبنان، كمان كان في حديث عن تجديد مؤمن زكريا للفريق والعديد من الامور اللي حرص الكابتن محمود الخطيب على التاكيد عليها واكد على اهميه التركيز امام النجم اللبناني والتركيز في البطوله العربيه. يعني على هامش كمان البطوله العربيه يعني الجهاز الفني في النادي الاهلي بدا بجمع المعلومات حول فريق وفاق الصيف الجزائري اللي النادي هيقابل النادي الاهلي هيقابله يعني يوم 2 اكتوبر القادم على طول في دور قبل النهائي من بطوله رابطه الابطال الافريقيه في القاهره، فالاهلي ايضا يعني ابتدى هذه الاستعدادات مبكرا. ايضا كمان الاهلي بينفي رسميا تعديل لعقود لاعبيه في الفتره القادمه، يمكن البعض تحدث عن تعديل عقود لبعض اللعيبه في النادي الاهلي وطريقه تحصيل اقساطهم الماليه، لكن يعني تواصلت مع النادي الاهلي مع المسؤولين مفيش حاجه من هذا القبيل والعقود مستمره مفيش اي مشكله ومفيش تعديل لعقود قائمه في النادي الاهلي. بخصوص ايضا كمان لاعب الفريق صالح جمعه يعني ستنتهي ازمه البطاقه الدوليه يعني خلال ساعات او ربما نقول انتهت ايضا بعد ما تعهد مسؤولي الفريق.